ما زال عبد الكامل صاحب العقد الخامس من العمر مواظبا على رياضة الجري بصفة دورية رغم اهتراء أرضية ومرافق الملعب البلدي لعين السلطان ببلدية مجانة شمال برج بوعريريج في السنوات الأخيرة. كان راني 52 سنة في عمري، هبط لهنايا نهبط نجري وحدي هنايا ما كانش. هاك تشوفوا راه بكامل، جهة هذيك رابت والجهة هذيك البناية رابت، كلش راح استاد راح يدلقوا فيه. كانت واحد الجمعية في البرج، والله كنا أنا وابني، أنا وطول بني كنا نروحوا للبرج ما نجيوش لهنا لعين السلطان، نخليو بلاصة خطوة ها هو الدار تاعي هنايا، خطوة نخليوها ونروحوا للبرج. كما طالب سكان قرية عين السلطان بضرورة إعادة تهيئة الملعب ليكون متنفسا للشباب ومانعا لهم من الانحراف. كان استاد مليح، كان فيه تريبي، فيه كلش، حتى 3 سنين 4 هو حابس هكذا. ان شاء الله يدي نقول هنا ويجيو نقلبوا استاد كيما كان وقت فات وتونكاشي عين السلطان ونخدموا استاد هذا ونتعاونوا عليه. لا ماذا بيا خدموا استاد هنايا، على الاقل تلقى واحد 200 طفل هنايا يلعب، ما يروحش ما ينحرفش الطفل. انا ماذا بيا والله غير ما تمني استاد هذا يتخدم. نخدم نقول سلطات دنقوا فيه باش يجيو يخدموا يرقلوه، باش هما كي يهبطوا دراي لهنايا يلعبوا، ولا يلعبوا اللي جانا هكذاك حنايا هكذاك الكبار يجيو هنا يديفوليو هنا يجريو. ومن جهتها ردت مديرية الشباب والرياضة لولاية برج بوعريريج بقولها. صالحنا يعني انتقلت الى الملعب البلدي هناك، حيث قامت باعداد بطاقة تقنية، وهذا من أجل ترميم الملعب وتغطيته بالعشب الاصطناعي. هذه العملية التي تخص التكسية بالعشب الاصطناعي ل 13 الملعب البلدي، حيث قمنا بجميع الإجراءات وتم إعداد دفتر الشروط، وسيتم في الأيام القليلة القادمة الإعلان عن طلب العروض، وسيتم إن شاء الله في الأشهر القادمة إن شاء الله يتم الإنجاز الفعلي لترميم وتهيئة هذا الملعب البلدي. وفي انتظار تجسيد الوصاية لوعودها يبقى الشباب يترقب الموعد بأمل وشوق كبيرين.